بشكل عام. عموما استعانت قرية كابو الأندونيسية بأشخاص متطوعين يرتدون اللون الأبيض متظاهرين أنهم أشباح يظهرون بشكل دوري فجأة للمارة ليلا ثم يختفون، كل هذا على أمل أن تفلح الخرافات في إبقاء الناس في منازلهم أكيد تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد. طبعا يعني شيء مره حلو ويعني ممكن انه يكون لطيف، لكن في نفس الوقت ممكن يكون مجدي او انه فعلا ياثر في الناس. انا حبيت يعني يطلعون لكم بالشوارع ويخرعونكم. اتوقع انه هذا اكثر شيء وصلت له اندونيسيا، انه يعني الطرق فاضيه، معزولة، كل الناس ببيوتها، اللي جالس يطبخ، اللي جالس يشوي، اللي جالس يسوي أشياء مرة كثير. فأتوقع أنه هذا أفضل حل والله، لأنه في أغلبنا وأنا أولهم أخاف من بسم الله الرحمن الرحيم. فأتوقع لو طلع لي واحد كذا وقف قلبي من الخرعة. أكيد يعني مثل ما قلنا سبحان الله الناس مختلفين والأماكن مختلفة والاعتقادات مختلفة، فكل منطقة ومنطقة لهم طريقتهم الخاصة، لهم يعني أساليبهم الخاصة، أنهم بطريقة أو بأخرى سواء مضحكة سواء كانت جدية أو طبية أو معلومة، أنهم فعلا يبعدون الناس عن الشوارع ويخلونهم إن شاء الله في أمن وأمان على ما بإذن الله تعدي هذه الأزمة على خير. بإذن الله بإذن الله. دائما نقول أنه حلوة بيوتنا، حلوة جماعاتنا، صحيح، حلو اللمة بالبيت، حلوة دائما جمعة الأهل ما تنشره، لكن حلو دائما أنه الواحد يبتكر أشياء جديدة، يبتكر نعم. ألعاب جديدة، الآن الألعاب زادت، الأشياء المبتكرة، حتى الألعاب اللي أونلاين يقدرون يشتركون فيها، صحيح. نقدر نستغل وقتنا أنه حتى لو اتصال مرئي نقدر نكلمهم، في أشياء كثيرة ممكن نعملها بالبيت، ما في داعي أنه نعرض نفسنا ونعرض أهلنا للخطر، حنا كعاملين والله نخاف. يعني ما تتخيلون أن لما ندخل من باب البيت نشيل ملابسنا علشان ما نأذي أحد، أو ممكن نكون حاملين شيء لا سمح الله، فتلقونا من عند الباب جالسين نشيل ملابسنا ونغسل وما أعرف إيش، بس علشان نحرص على أهلنا. فأنتم يعني جالسين ببيوتكم وش زينكم وش حلوكم، يعني استغلوا هالجلسة هذه بشيء مرة جميل. طبعا اكيد، ويعني زي ما قلتي يعني في الالعاب الالكترونيه، الالتقاءات الالكترونيه اونلاين ايا كان، يمكن ضيفنا اليوم ذكر هذه النقطه وجدا حبيتها، حلو ان الواحد يعني يوصل الرحم ويتواصل مع اهله وين ما كانوا اونلاين عادي، ان شاء الله انها فتره وتعدي. حتى حبيت انا ان الالعاب القديمه قاعد ترجع رنده، يعني الكيرم وما الى ذلك كلها العابنا القديمه بدات ترجع ونشوفها. عموما مشاهدينا احنا وصلنا كذا الى ختام حلقتنا لليوم، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الموعد، في امان الله.